مع بداية سنة 2021 والأيام الصعبة اللي شافتها الناس سنة 2020 ومع تطور كورونا ورجوعها بصورة أكبر من الأول، كمية تشاؤم من الناس بصورة كبيرة جدا. أما لو كنا اتولدنا سنة 1900 وعشنا الفترة دي كنا شفنا إيه؟ أصحيح هي الناس شافت إيه سنة 1900؟ تعالوا نشوف. ممكن ظروفنا الايام دي مش حلوة علشان نشتري اقل الزمن ونرجع بيها لسنة 1900، بس تخيل معايا كده انك اتولدت سنة 1900. في عيد ميلادك ال 14 هتبدأ الحرب العالمية الاولى والضرب والطحن شغال لمدة 4 سنين، وتنتهي في عيد ميلادك ال 18، وفي الاربع سنين دول يموت اكتر من 22 مليون شخص، وفي نفس السنة بتضرب الانفلونزا الاسبانية الكوكب وتستمر لمدة سنتين لغاية عيد ميلادك ال 20، وفي السنتين دول يموت اكتر من 50 مليون شخص. الدنيا ماشية والايام بتمر واحده واحده وانت كلك امل وطموح شاب زي الفل، وهوب بقى نجم في عيد ميلادك ال 29 يبدا الكساد العظيم، وبتوصل البطاله ل 25% وينخفض الناتج الاجمالي العالمي بنسبه 27%، وتستمر لغايه ما يبقى عندك 33 سنه، 4 سنين بمعنى الكلمه ضاعت فيهم الولايات المتحده وقربت على الانهيار. وطبعا الولايات المتحده لو كانت انهارت في التوقيت ده هينهار معاها الاقتصاد العالمي كله. مر يا سنين وعدي ايام وتيجي فتره في حياتك ما بين عمرك ال 39 وال 45 وهوب تاني. لا ما تخافش، الهوب كتير قوي في الحلقه دي عشان ما تسرحش مني. المهم بتيجي الحرب العالميه الثانيه ويموت اكتر من 75 مليون شخص في الحرب بس، لان في نفس التوقيت بيجي وباء الجدري وبيقتل اكتر من 300 مليون شخص حول العالم، وفي نفس سن ال 50 بتبدا الحرب الكوريه ويموت اكتر من 50 مليون شخص. من يوم ولادتك سنة 1900 لسن ال 55 سنة كانت المجتمعات في العالم كله بتعيش الخوف من شلل الأطفال والجدري والملاريا والكوليرا وكمان التيفود، فتشوف صحابك وأهلك وهم بيتصابوا بالشلل أو الموت بسببه. وفي سن 55 بتبدأ حرب فيتنام، الحرب دي اللي استمرت 20 سنة ويموت فيها أكتر من 4 مليون شخص. وفي ساعات الحرب الباردة بتعيش كل يوم خوف إن أنت تتبات بالقنبلة النووية. فكر بقى في كل اللي اتولد على الكوكب سنة 1900 ازاي يتحملوا كل اللي فات ده؟ ابائنا واجدادنا اتطلب منهم يتحملوا كل اللي فات ده، اما انت بقى يا نجم كل اللي اتطلب منك في 2020 عشان تواجه اللي انت شايفه ان انت تقعد في سريرك وفي بيتك علشان تعيش بطل وتحكي لاولادك واولاد ولادك قد ايه البطوله دي كانت صعبه، واستبسالك في القعده في البيت في وسط اهلك قد ايه كانت لحظات مشرفه، وكمان وانت قاعد بتشرب القهوه وفي ايدك الموبايل مشحون ببط النت، كانت لحظات تاريخية ومؤثرة جدا، وفعلا في اللحظات دي قدرت تكتب اسمك في التاريخ بأحرف من نور. الله عليك يا بطل. وبما انك وصلت لنهاية الحلقة ووصلت للخلاصة فلازم تعرف ان 2020 و2021 وجميع السنين اللي جاية كلها ايام ربنا سبحانه وتعالى ومش بتشغلنا الارقام ولا المسميات ولا غيره، فبشروا ولا تنفروا. 2020 شفنا فيها ايام صعبة كتيرة ويمكن فقدنا فيها ناس عزيزة قوي علينا، والوضع فعلا اللي احنا عايشينه دلوقتي ايام صعبة وتحس ان رائحة الموت منتشرة في كل مكان، وكل يوم بنسمع خبر للأسف ان فلان مات وفلان مات، ويا رب يحسن خاتمتنا كلنا يا رب بإذن الله تعالى. والمؤمن عارف بطبعه ان الدنيا دي كلها دار ممر مش دار مقر، وان الموعد في الجنة ان شاء الله، ويا رب يجمعنا بإذن الله تعالى في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.